اختار لكم سؤال سهل بس عايز اللي يعرف السؤال يقول بسرعة جدا عشان ينزل يعمل معايا ايه زي ما سيف عمل. اتفقنا؟ الكتكوت بيخرج من البيضة ولا الفرخة ولا القطة ولا البيت؟ البيت. بيت. لا انتوا ما سمعتوش. الكتكوت بس اللي يعرف يجاوب بسرعة. الكتكوت بيخرج من البيضة ولا الفرخة فرخة ولا القطة ولا الكلب؟ البيضة. بيخرج منين؟ البيضة. البيضة صح؟ برافو عليكي. مستعدة؟ قلتي لي اسمك ايه بقى؟ أمينة. أمينة، وعندك كام سنة يا أمينة؟ 5. طيب أنت مستعدة نبدأ؟ أه. السؤال الأول، تعرفي وردة الجزائرية اللي بتغني؟ أه. عارفاها؟ أه. هي من المغرب ولا من تونس ولا من شبرا ولا من الجزائر؟ من تونس. اسمع السؤال كويس، المطربة الكبيرة وردة الجزائرية من المغرب ولا من تونس ولا من شبرا ولا من الجزائر؟ من الجزائر. عرفتي منين انها من الجزائر؟ عرفتي لوحدي. لا يعني ايه اللي خلاكي تحسي انها من الجزائر اللي هي وردة الجزائرية؟ مش عارفة. وردة الجزائرية من الجزائر صح؟ مظبوط، برافو عليك. السؤال الثاني، عاصمة جمهورية مصر العربية صفت اللبن ولا شبرمنت ولا القاهرة ولا المهندسين؟ القاهرة. القاهرة، برافو عليكي. خش على السؤال اللي بعديه. السؤال الثالث، كم عدد الفرسان الثلاثة اللي كتب عنهم ألكسندر ديماس روايته الشهيرة؟ من 1 لـ4 فرسان، من 2 لـ7 فرسان، 3 فرسان، فارسين بس. ممكن تسألي ماما، ممكن تخلي تفكري في ايه؟ مش بفكر في حاجة. ممكن تقولي لي غير لي السؤال ده، انا مش عاجبني، صعب عليا، مش عايزاه. يا اما تغني اغنيه تطلعك من الموقف اللي انت فيه ده، يا اما تساليني انت سؤال، بس لو جاوبت عليه تبقى خسرتي. لو سالتيني سؤال وانا عرفت اجاوب عليه يبقى انت خسرتي. اغير السؤال. عايزه تغيري السؤال؟ اه. ماشي، نغير السؤال. نغير السؤال. نقول يا ستي، في مصر هرم كبير جدا اسمه الهرم الفضي ولا هرم خوفو ولا هرم سقارة ولا هرم منفيس؟ هرم كبير قوي. هرم خوفو. هرم خوفو صح، برافو عليكي.